سنوات من التأجيل، الكونغرس الأمريكي يوافق على البدء في إحالة بعض أسراب مقاتلة إيتان ثاندربولت والملقبة بالخنزير للتقاعد، حيث لم تعد المقاتلة مناسبة لاحتياجات الولايات المتحدة الجيوستراتيجية الحالية. كان الهدف هو أن تكون طائرة دعم جوي قريب للقوات البرية الأمريكية في ذلك الوقت، وأن تكون بمثابة ثقل موازن وفعال للتهديد الذي كانت تشكله الدبابات السوفيتية. تميزت هذه الطائرة بإمكانيات هائلة في المناورة على ارتفاعات منخفضة، بالإضافة لقدراتها النيرانية الفتاكة، حيث تم تزويدها بمدفع مضاد للدبابات. خدمت هذه الطائرة لعقود في الجيش الأمريكي، كما لعبت دورا حيويا مع القوات الأمريكية في حرب الخليج الثانية، وكذلك أيضا في الحرب على التنظيمات الإرهابية في أفغانستان. كما شاركت مؤخرا في تدريبات إير ديفندر 2023 للمرة الأولى في سماء القارة الأوروبية. كما ذكرت بعض التقارير الدفاعية أن هناك اقتراحات بإرسال هذه الطائرة إلى الأوكرانيين، حيث يرى الخبراء أنها تشكل خيارا أفضل وأكثر واقعية من مقاتلات F-16S. قال العسكريون أرجعوا الأمر إلى أن مقاتلة F-16 تحتاج لمدرج بطول 6000 قدم لتتمكن من الإقلاع. هذا الأمر طبعا لم يعد متوافر بشكل كبير في أوكرانيا بسبب القصف الروسي، خاصة لمدرجات الطائرات، بينما يمكن لطائرة إيتان ثاندربولت أن تقلع من مدرج ترابي بطول 4000 قدم فقط.